استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم السيد دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث بحث سموه معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. خلال اللقاء أعرب سموه عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة من تطور وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد سمو حرص مملكة البحرين على تنمية أواصر التعاون المثمر مع جمهورية إيطاليا الصديقة في مختلف المجالات، في ظل ما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط قوية واحترام متبادل. ونوى سمو إلى أهمية بذل مزيد من الجهد الذي يهم في إحراز تقدما أكثر في العلاقات الثنائية بين البلدين بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد سمو أن مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة تمتلكان العديد من المقومات التي يمكن أن تشكل فرصا واعدة لتطوير واقع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأشار سمو إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالبلدين في إقامة استثمارات مشتركة في العديد من المجالات التي من شأنها الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي إلى مستويات جديدة تخدم المصالح المشتركة. من جانبه أعرب السفير الإيطالي عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بتطوير علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا، معربا عن بالغ اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نماء في شتى القطاعات، مشيدا بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف المجالات.